نطلق أول قافلة تضامنية وهي مساعدات إنسانية للمتضررين من الولاية، تضم ما يفوق 340 طن من إعانات مختلفة وإعانات استهلاكية ووسائل وقاية صحية مختلفة بمساهمة كل القطاعات وفعاليات المجتمع والمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين. طبعا هذه أولى القوافل التضامنية والمبادرات، وستتواصل إن شاء الله هذه المساعدات إلى حين أن ينفرج طبعا تنفرج هذه الأزمة. الهلال الأحمر الجزائري بحكم أنه مساند للسلطات العمومية فهي يكمل مجهودات السلطات العمومية حتى لا يبقى عدو، ويرافق عند الكوارث العمليات التضامنية. لابد الإشارة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري عنده مكون يعني متطوعين مكونين في تسيير الكوارث والأوبئة وفق المعايير المعمول بها دوليا، وراهم متواجدين في الميدان منذ الساعة الأولى.